مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في مطبخ ماري لمرضى السكر. النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه خالص لمرضى السكر، وهي فيها زيرو سكر وزيرو نشويات، مش بتعلي خالص السكر، ويقدروا ياكلوا زي ما هم عايزين، مش بتاثر على نسبه السكر، وكمان خفيفه خالص، ما فيهاش نسبه دهون ولا اي حاجه تتعب. هي عباره عن فراخ بالبروكلي في الفرن، مفيده جدا ومناسبه جدا للناس اللي ماشيه على رجيم برضو وكيتو كمان. يلا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ممكن تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو سمحتي. ميرسي. يلا نبدأ. هنا أول حاجة معايا فراخ ومقطعاها وغسلاها بملح، وبعد كده في بروكلي واحدة مسلوقة، بس ما تكونش مسلوقة قوي، ما تكونش مهرية يعني، نص سوا. وبعد كده في فلفل أخضر نص واحدة، وبصلة مقطعة بالشكل ده، بصلة كبيرة. ومعي هنا ورق لورا وحبهان وفلفل وبهارات وباربوكيا وملح. اول حاجة هدعك الفراخ بشوية ملح، مش في كل كمية الملح، والباربوكيا والبهارات والفلفل، واعملهم كده بالشكل ده. وبعدين احطهم في الصينية بالشكل ده، واحط عليهم البروكلي، ارصه عليهم كده. وبعدين هحط الفلفل، واحطها في الفرن، واحط كمان شوية مية صغيرين، احط الورق لورا والحبهان، وتاني شوية ملح عشان الملح يبقى فيه بكل بيت. وبعدين احطها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة من 30 ل 40 دقيقة. انا مش هحط البصل دلوقتي، البصل هخليه في نص السوا، يعني ما يفوت مثلا 15 20 دقيقة. هفتح الفرن واحط البصل، عشان خاطر انا مش بحبه يكون مهري قوي، لو حطيته دلوقتي هيكون مهري جدا، فانا بسيبه شوية في نص السوا واحطه عشان ما يكونش مهري ويكون طعمه مقرمش حلو. وهنا بعد ما فات حوالي 20 دقيقة هحط البصل ورق. ده كده شكلها بعد ما خلصت، بجد بجد طعمه خالص وجميلة ومفيدة ومش بتعلي السكر خالص. بس انا عايزة الفت نظركم الحاجة، لو انتوا هتاكلوا الاكلة دي من غير عيش او اي نشويات جنبها، بجد هي بتشبع، يعني ممكن تاكلوها كده، بس يا ريت ما تاخدوش قبلها اي علاج او دواء، لان هي مش بتعلي السكر خالص، وممكن لو اخدتوا قبلها انسولين او دواء يجيلكوا هبوط بعد كده، لان هي مش بتأثر على السكر في الدم، فيفضل انها تتاكل من غير دواء. وبالهنا والشفاء. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم واستفدتم من الوصفة، وانا حاولت على قد ما اقدر ان يكون الفيديو قصير عشان ما تحسوش بالملل. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة. ميرسي بكم.